السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الفيديو اليوم رح يحكي عن موضوع الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية، بالإضافة للأوراق المطلوبة بالنسبة للحصول على الجنسية الألمانية. طبعا يا جماعة، قبل ما بلش الفيديو، في شغلة إنه كل مقاطعة بيختلف فيها بعض الشغلات، يعني كل مقاطعة ممكن يطلبوا منك ورقة زيادة، ممكن يطلبوا منك ورقة أقل، ممكن ما يطلبوا منك مثلا ورقة اللي أنا مثلا بذكرها. بس هدول الوراق أنا اللي حأذكرهم هلأ، والشروط هن أساسية بموضوع الجنسية. تمام حبايبي، من فضلكم اللي عم يشوف فيديو جديد وما لو مشترك عندي بالقناة، اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك، شاركوا فيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات والناس تستفاد من الموضوع. يلا خلينا نبلش. تمام، هلا اول شغله رح نحكي فيها المده الزمنيه لتحسن تحصل على الجنسيه الالمانيه. اول فئه عندنا هي الثمان سنين، المده المطلوبه للحصولك على الجنسيه الالمانيه 8 سنين. بيتخفض مده الثمان سنين للسبع سنين، يعني بعد سبع سنين تحسن تحصل على الجنسيه الالمانيه، بس لازم يكون في عندك اللي هو الانتجراسيون كورتس، تمام، اللي هو دورة الاندماج اللي بيعملوها بألمانيا. لكل مين بيجي على ألمانيا بيعمل هاي دورة الاندماج اللي هي انتجراسيون كورس، هذا بيتخفض لسبع سنين، بالإضافة لشهادة البي آينز. تمام، يعني انت بعد ما تعمل الانتجراسيون كورس بتكمل انت بعد من الدراسة لتوصل للبي آينز، بتاخد كمان شهادة البي آينز مع هاي شهادة الانتجراسيون كورس. بيتخفض عنا كمان لست سنين، لازم يكون في عندك شهادة فوق شهادة البي آينز، يعني إذا عندك السي آينز بعد منها أو إذا عندك السي تواي. تمام، إذا عندك هدول الشهادات اللي أعلى من البي آينز بتتخفض المدة للست سنين. طبعا أنا عم قلكم هدول الشروط الأساسية، بس هلا بقلكم شو كمان الشغلات اللي بتكمل هاي الشروط بكل الفئات من 8 سنين للست سنين. لازم يكون في معك الوراق الإضافية اللي أنا حأذكرهم هلا. تمام، بس انا ذكرت لكم هلا بالبدايه شو هن الشغلات المطلوبين بالنسبه لتخفيض مده الجنسيه من 8 الى 6 سنين. طيب، في عندنا فئه ثالثه واللي هي الثلاث سنين. تحسن تحصل على الجنسيه الالمانيه بعد 3 سنين، بس لازم تكون متزوج المانيه، او اذا مره لازم تكون متزوجه من الماني. فهي الفئه يلي بيكونوا عاملين مثلا هيك بيحسنوا يحصلوا على الجنسية الألمانية بعد 3 سنوات. تمام، هلا خلينا نبلش بالأوراق المطلوبة لحتى انك تقدم على الجنسية الألمانية. هلا انا سامحوني عم بحكي بسرعة، ما بدي اطول الفيديو لانه في ناس عم تقلي انه لا تطول الفيديوهات، فانا بدي اختصر الموضوع. المهم، الشرط الاول لازم تروح تجيب الطلب اللي هو الانتراك لحتى تقدم على الجنسية الألمانية، الطلب اللي هو تبع الجنسية الألمانية. الشرط الثاني، لازم يكون في عندك عقد عمل مفتوح، تمام، أو لازم يكون في عندك عقد عمل أنك مخلص البروباتسايت اللي هو الفترة التجريبية 6 شهور. فلازم تكون أنت مخلص 6 شهور اللي هي الفترة التجريبية، أو يكون في عندك عقد عمل أومبفخستيت اللي هو المفتوح. يعني باختصار أنه لازم يكون صار لك عم تشتغل أقل شيء سنة. تمام، وفي عنا اللي هو اللون أبغيشنونج اللي هو الكشف الشهري تبع الراتب، بعد كل شهر كشف الشهري. لازم يكون عندك اللون أبغيشنونج 3 شهور، كمان بتحضر اللون أبغيشنونج ب3 شهور. بالإضافة لازم يكون في عندك عقد إيجار للبيت، أو إذا كنت بالفيجي كمان ممكنك تعمل صورة عن عقد الإيجار اللي أنت عامله وبتبعته كمان. وفي عنا كمان لازم يكون في عندك اللي هو الفونونج الميلدون اللي هو الملدنة تبعك، مطرح ما أنت مسجل، مطرح ما أنت ساكن، في ورقة اسمها الفونونج الميلدون لازم تكون موجودة معك لحتى كمان تقدمها. هلأ في عنا بيان الولادة، هذا بيان الولادة لازم يكون مترجم ومصدق
من الوزارة الخارجية السورية إذا بتجيبوا أنت من سوريا. وفي بعض المدن أو بعض الموظفين حسب الموظف عم يطلب أنك أنت تجيب له بيان ولادة وإخراج قيد يكونوا مصدقين ومترجمين من السفارة الألمانية ببيروت. بس هذا الشيء مو كل المقاطعات عم يطلبوه ومو كل الموظفين عم يطلبوه، حسب الموظف. إذا كان الموظف بده يعقد لك الأمور بيطلب منك هذا الشيء، إذا كان الموظف إنه عادي خلص بيكتفي إنه يجيب له ورقة مترجمة ومختومة ومصدقة من وزارة الخارجية وكله تمام بيقول لك أوكي جيبها. تمام. وفي عنا إخراج قيد، كمان إخراج قيد لازم يكون موجود كمان مترجم ومصدق. وفي عنا ليبنسلوف اللي هي السيرة الذاتية، لازم تعمل سيرة ذاتية عنا، تكتب انه انت من وقت ما بلشت مثلا بحياتك انك تشتغل او تدرس او تعمل، وين اشتغلت وين درست وين سافرت وين عملت، يعني لمحة صغيرة عن حياتك انه شو كنت تشتغل شو كنت تعمل شو عندك شهادات وهالامور هي كلياتها يلي انت مثلا صايرة بحياتك. وفي عنا بالنسبة للمتزوجين لازم يكون في عندك كمان اللي هو عقد الزواج، كمان لازم يكون مترجم ومصدق من وزارة الخارجية أو حسب الموظف مثل ما حكينا إذا بده يصدقه من السفارة الألمانية ببيروت. تمام. وفي عنا كمان الغنتي فرزيشغونغ فلاوف اللي هو شهادة أنه أنت قديش صار لك عم تدفع الراتب التقاعدي بألمانيا. تمام. طبعا في شغلة مهمة، الفترة اللي بتكون انت الجوب سنتر دافع لك فيها الرينتي فرزيشغونغ هاي ما بيحسبوها، بيحسبو لك الرينتي فرزيشغونغ من وقت ما انت بلشت تشتغل وتدفع لحالك. تمام. فبتجيب لهم هاي الشهادة اللي هي اسمها رينتي فرزيشغونغ فلاوف، تطلبها هاي من مكتب التقاعد اللي هو انت المدينة اللي انت موجود فيه، بتقول لهم انا بدي شهادة انه انا قديش صار لي دافع، بيبعتوا لك اياها. تمام. في عندك شهادة البي اينز مثل ما حكينا، حكينا الفئات اللي موجودة عندك حسب انت باي فئة بتعرف حالك بتحسبها البي اينز. وفي عندنا شهادة اللي هي ليبنس ان دوتشلاند اللي هي شهادة الامتحان السياسي بنقول عنه نحن، بيجي 33 سؤال، بدك تجيب له كمان هي الشهادة. طبعا هي الشهادة اللي بيعمل هذا الامتحان هن 33 سؤال بيجوك، اذا بتجاوب على 17 سؤال صح انت ناجح ومقبولة هي بالنسبة لموضوع الجنسية. تمام. يعني انت 33 سؤال اجوك بالشهادة، جاوبت فقط على 17 سؤال صح والباقي ما جاوبت عليه، هي مقبولة بالنسبة للجنسية. بس الافضل انك تجاوب على اكثر من 17 احسن، واذا بتحسن تجاوب عليهم كلهم بيكون كمان احسن. هلأ في شغلة بالنسبة لموضوع شهادة البي اينز حصرا من تلك او من جوتي، يعني يا من تلك يا من جوتي، مدارس تانية ما بيقبلوها. يعني تروح جيب لهم شهادة بي اينز من مدرسة ما بعرف مين انه انت اخذ بي اينز، هاي ما بيعتبروا فيها، حصرا بيكون تلك او جوتي. وفي عنا كمان لازم ما تكون عم تاخد مساعدات لا من الجوب سنتر ولا من السوسيال امت، يعني لازم تكون انت ما عم تاخد مساعدات من هدول المركزين اللي حكينا عنهم. طبعا باستثناء الكيندر جيلد اللي عنده عيلة، الكيندر جيلد ما في مشكلة عليها، هاي ما بيعتبروها انه مساعدات. وفي عنا الفونون جيلد، الفونون جيلد هو مساعدات بالنسبة لموضوع ايجار السكن، اذا انت كنت راتبك قليل مثلا وعم تدفع ايجار كتير فالناس بتروح تسجل بالفونون جيلد. تمام. بس تحضروا كل هالوراق يلي ذكرت لكم ياها، كيف تحسنوا تتواصلوا مع مكتب التجنيس لحتى تمشوا بهي الوراق. اول طريقة بامكانك تروح على الاوسلندر بيهوردي وتقول له انه انا حابب اني اقدم على الجنسية الالمانية، في مجال تعطيني معلومات وين ممكن اني اقدم على الجنسية الالمانية؟ يقوموا بيعطيك ورقة مكتوب فيها مكتب التجنيس، وبيعطيك كمان الأرقام تبع مكتب التجنيس، وبالإضافة بيكون في مكتوب إيميل مشان أنت تتواصل معهم على الإيميل، وبيقلك روح وبعات إيميل لهذا العنوان أو اتصل فيهم تليفون وقلهم أنه أنت حابب تعمل موعد لحتى تعمل بغاتونج اللي هو مثل استشارة بالنسبة لموضوع الجنسية.
فأنت بس تواصل معهم لهذول الجماعة، هن بقى بيعطوك المعلومات وحسب مدينتك بيقولوا لك شو لازم تعمل. في هلا شغلة بسبب الكورونا صايرين ما عم يعطوا مواعيد إن الناس تجي لعندهم على المكتب، عم يفضلوا إنه يصير التواصل كله عن طريق الإيميل أو عن طريق التليفون. فبيبعتوا لك هن ساعة أنت مثلا بس تتصل فيهم بيبعتوا لك الوراق بالبوست أو ممكن يبعتوا لك ياهم بالإيميل حسب أنت المدينة اللي أنت موجود فيها. تواصل مع شيء اسمه الأينبرغر أمت، تمام، اللي هو مكتب التوطين. بس تتواصل معهم هن بقى بيعطوك المعلومات بيقولوا لك شو لازم تساوي، شو لازم تعمل، شو لازم ترسلهم، وبيطلبوا منك كل هاي الشغلات اللي أنا ذكرتها بالفيديو. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله يكون قدمت لكم واستفدتم من الموضوع اللي حكينا فيه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من المشاهدات والناس تستفاد من المعلومات اللي حكيناها. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.